السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه جيده. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو فيديو جديد على قناتي. رانا هنا في ليدل تاع اوبوس. دونك غادي ندير لي كورس تاعي، غادي نشري مشترياتي ونشوفوا واش كاين فيه جديد. راهو جاب بزاف سوالف الكتروميناجي اجدد. دونك هنا رانا في الغيون تاع الفاكهه، خليكم معايا ودوك نتلاقاو في الدار. غادي ندير الحشا، كريات الشوفلار بالمرقة، حمص والدجاج. وصفة جد بنينة بالبزاف. ان شاء الله نجربو هالشيرات وبطريقة شوية مختلفة. نتلاقاو بعد في الكوزينة، خليكم معايا. شلو عويناتكم، قالك اللي ما شرا يتنزه. دونك هنا مازلنا في ليدل. كيما راكم تشوفو جاب هاد لي كوكوت تاع لافونت، بصح ماهمش فغي، باسكو الفغي غاليين بزاف، يديرو حتى 100 أورو. هادو رخاص شوية. كاين تاني المقالي، جاب تاني لي باتور، جاب بزاف صوالح. خليكم معايا وان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع نهار اليوم. ما تنساونيش بالبصمه. تلاقاو بعد في الكوزينه. ارحمي يا راحت العقل ترحمي، من شفات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسليا روحي يا الغزال فاطمه. ارحمي يا راحت العقل ترحمي، من شفات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسليا روحي يا الغزال فاطمه. الغرام من حالة الصباح ضايع قامور، كل واحد دار مقامور، مهجتي وضحاب حسامو مع سهامو، يطعن ويزيد بالجراح عدامي في غراض هاد الدامي. غير ملكت عقلي بجمالها وغلقت عنوان بالمرحمة. ارحمي ارحمي من شفات طال سقامي، كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفي يا الغزال فاطمة. امولاتي خدي الفرش وبالشو قدام، ونقول لك فاطمة صدمي يلي داويتي جسمي، عمري بالعز وحكمي ولا تحشمي، ونشوف يا الباهية قدامي ورقي ببصر وعامي، والحسود فوفلا وانا معاك تحت خيام الليل المخيمة. ارحمي يا راح العقل ترحمي، من جفاك طال سقامي، كيف نبقى الغزال فاطمة. ارحمي يا راح العقل ترحمي، من جفاك طال سقامي، كيف نبقى حيار وانتي مسلية روحي يا الغزال فاطمة. ارحمي يا راح العقل ترحمي. وهنا الشيرات رانا في كاش، هذا ديستوك ولا ديستوكاج كاش، راه معروف تاني هنا في لوكاني، راه في البولفار دو دانييل كازانوفا. هنايا الجهه تاع المواعين ما جابوش جديد، راني نشوف غير كيما مداري. غادي ندير بعض المشتريات غير خفيف برك، ما شفتش كاع لي غيون، رحت جوست عند صوالح اللي مسحقتهم، شريت شويه سميد شويه تاع لي زيبيس وليموناد وخرجت. خليكم معايا، نتلاقاو في الكوزينه مع وصفه تاع الشوفلر كوريات ولا كوريات الشوفلر. Oh,
شوفوا هنا لقيت هذا الجاوي وكاين ثاني الغسول وكاين الشب، دونك اللي خاصها هاد الصوالح راهم كاينين في كاش. فوالا الشب ثاني في لي ساشي بيغ دالا، وكاين ثاني الغسول اللي كانوا يديروه بكري جداتنا في الماء ويديروه لريسانهم، وكاين اللي يديروه ثاني لوجههم. هاد الساشي دير 1.98 ميم با 2 يورو. فوالا هذا هو الغسول اللي هو الطين. ودروك الشيرات وفوتو للكوزينة. دونك شي عندي هنا، عندي حبة تاع شوفلوغ رايحة نقلع لها هادوك الوراق تاعها وهذاك الشابو هذا اللي يجي خشين، ونحلو الأزهار تاعنا تاع الشوفلوغ. فوالا نقطعوهم نقلعو لهم قاع داك الأوراق، كاش حبة تكون شوية هاكا مضروبة ولا مسوسة نروحو نقوها. نقلعو لها هاديك الجدرة تاعها الخشينة، خلولها غير شوية برك في الزهرات هذوك الصغار كما راكم تشوفون. نقلعو فيهم، نحاول كيفاش نقيهم كاع من الاوراق هذوك الصغيره. نروحو نشلو الشوفلاغ تاعنا مليح مليح في الماء، نديرو باسينه تاع ماء وخلوه يعني نغطسوه في الماء لمده، من بعد نروحو نشلوه ونقطروه. ولا بلا ما تقطريه باسكو راح يطيب في الكسكاس. هنا كاين زوج طرق تاع الطياب تاعو الشيرات، سواء تفوريه في الكسكاس سواء ديريه في القدره غير كيف كيف. زعما حنا نديروه في الكسكاس باش ما يديناش الماء بزاف. هنا درت شويه تاع الملح شويه تاع الكمون وشويه تاع الحرور، وغادي ندير زوج ورقات تاع الرند هكا باش كي يبدا ما يفور الشوفلاغ تاعنا ولا يغلي ما تعطيناش ديك الريحه الكريهه. كما تعرفوا الشوفلاغ يعطي ريحه كريهه. درتها يفور على جهه، ونروح للكيكوطه تاعي نوجد المرق. هنا عندي مغرف تاع السمن شويه تاع الزيت، عندي ثلاثة فخوضة تاع الدجاج اللي كنت قسمتهم على زوج بعد ما غسلتهم بالملح والخل والليمون، غسلتهم مليح وشللتهم شحال من خطره. نروح نقلي دروك الدجاج تاعي. تسمى هاد المرقه كيما تاع البرانيه تقريبا كيما تاع البرانيه، ومن بعد نستعملوها في الكريات الشوفلار تاعنا. نخلي الدجاج تاعي يتقلى مليح مليح، مره على مره نروح نحركه ولا نبدل له كيما نقولوا حنا نقلبه. عندي حبه بصل غابي ثم ربوها ولا طحنوها في الروبو، وقليها مليح مع الدجاج. هنا غادي ندير التوابل اللي هما فلفل اسود شويه تاع زنجبيل وفلفله حمراء. راح ندير زوج مغارف باش تجيني المرق تاعي احمر، زوج مغارف صغار. وهنا على راس المغرف الصغيره تاع الكركم، الكركم راهو صحي ويعطي اللون ويعطي البنه ثاني. ودرت الملح ونروح نقلي كل شيء في رحبه، الدجاج مع التوابل مع البصل. هنا عندي ثلاثة سنات تاع ثوم يكونوا كبار رابيتهم، وهنا عندي زوج حبات تاع طماطم كبار تاني رابيتهم، ونقلي كل شيء في رحبه. شا غادي نزيد دروك، عندي طماطم تاع العلب اللي هي لا طوماط كونسونطري. غادي ندير قد مغرف كبيره ونص، انا نستعمل المغرف الصغيره هنايا. دونك درت قد مغرف كبيره ونص، ونروح نقليها مع الدجاج والبصل والتوابل، خلوها تقلى مليح. بعد ما تقلات لي نروح نجيبو واحد تقريبا كاس تاع ماء يكون حامي، وندير البلاح تاع لا كوكوط ونخليها تتقلى على غرضها. هنا بعد ما تقلات لي مليح هذاك اللحم مع البصل والتوابل، راح نجيب الحمص تاعي. وعندي هنا الماء غالي، هنا الماء لازم يكون يطبخ هكا باش يسرع لك الطياب تاع المرقه تاعنا. بعد ما مرقت نروح نغلق لا كوكوط تاعي، ندير الصفاره ونخليه حتى الدجاج والحمص يدخلهم الطياب يعني حتى يطيبوا. هنا بعد ما فورت الشوفلوغ قلعت هذاك الرند، خليه شويه يبرد، وغادي نبدا نعصر في الوريدات تاع الشوفلار تاعي. غادي هنا انصدمت يعني الماء اللي فيهم وكانه غليناهم في الماء. هنا ضروري تعصروا الشوفلار تاعكم باش ما يتحللكمش في المقله. شوفوا ديجا هذه غير ورده واحده، شوف شحال طلقت لنا الماء. المهم غادي نعصر كاع الحبات، خلوه حتى يدفى باسكو حامي ما طقتش نعصره.
عصروه مليح، لازم يتخلص كاع من الماء اللي فيه. ماغري كو فورناه وراه يطلق الماء كما تشوفوا، شوف لاخ فيها كميه كبيره تاع الماء. نعصر كاع الكميه تاعي تاع الماء مليح مليح. كما قلت لكم انايا فورته زعما قلت باش نيفيتي الماء ساعة. شوفوا شحال في الحبه تاع الشوفلا، سبحان الله غرفيه تاع ماء. هنا نرجع الشوفلا تاعي بعد ما عصرته في البول هذا الكبير. شعلنا هنا عندنا 4 حبات تاع الفرماج. الفرماج يعطيه طعم بنين بزاف. هذه الوصفه ما فيهاش اللحم ولا ما فيهاش لا فيون داشي في الوسط، وما فيهاش ثاني لو بولي اشي، دونك ما درناش فيها اللحوم، درنا غير الشوفلا وحده. هنا شو عندي في الزبيس؟ عندي كركم حرور، شويه كمون، شويه زنجبيل، شويه تاع الملح. براس الحانوت تجي على ما بنينا هذا الخلطه تاعنا. قلنا حرور، كركم، راس الحانوت، ماشي كركم عفوا، راس الحانوت هذاك، حرور، راس الحانوت، زنجبيل وكمون. درت هنا شويه قزبر ومعدنوس مخلطين. درت حبه كامله تاع البيض، وهنايا اختياري لا تبغي ثوم ديري سنه تاع ثوم ربيها في الوسط تعطيه بنه ثاني بنينه. كيما هاكاو نبداو نخلطو بيدينا، او ميم طور انا نطحنو في هذاك الوردات تاع الشوفلا. عجنوهم مليح مليح، ما تخلوش الا لقيتو هذاك كي نقولها الغصن تاع الشوفلا قلعوه، خلو غير هذوك الحبات اللي يكونوا طريين. هنا نبداو نضيفو كيما راكم تشوفوا غير بشويه فلا شابلور حتى ينشف لنا الشوفلا ما يوليش مايه، ويكون يعني حاكم روحه. كي تجربي حبه كيما هكا بين يديك تبان لك بلي راهي تتكون. كيما قلت لكم هذه الوصفه فيها غير الشوفلا وحده، ما نجدين فيها لا فيون داشي وما درناش لو بولي اشي. فوالا هنايا السيد حبه نخليه دروك يشرب واحد 5 دقائق ولا 10 من بعد نرجعوا له. هنا المرق تاعنا بعد ما طاب الدجاج راني صفيت الدجاج قلحته على جهه، وخليت غير الحمص والمرقه. نروح ندير دروك الحار، خليه يغلي، الحار يعطيه ريحه وبنه رائعه. نروحو دروك للكريات تاع الشوفلا تاعنا. عندي هنايا غرفيه اللي داير فيها لا شابلور، نبدا نكور في الكريات. كريات يعني الحجم كيما تبغوا نتوما، صغيره ولا متوسطه ولا كبيره كيما تبغوا. راح نكور كاع الكريات تاعي، نرمدهم في لا شابلور اللي هو خبز ملحي، ونروح نحمي الزيت تاعي ونقليهم. فوالا خليهم حتى يحكموا روحهم، يعني من تحت من يبداو شويه يتحمروا عاد باش نبداو نقلبوا فيهم، لخاطش راهم هشاش وتخافوا كون تقلبوهم هما هكا طريين رايحين يتفتوا لكم. على خاطرش ماناش دايرين اللحم في وسط الشوفلا، راه هو الشوفلا وحده. كيما تعرفوا الشوفلا يجي كيما المعقوده، يعني يجي فخاجيل. نحمروا الكريات تاعنا مليح ونكمل كاع الكميه ونتلاقاو من بعد. هنا بعد ما قليت كاع الكريات تاعي تاع الشوفلا، راني نوريكم في المرقه كيفاش راهي. الحمص والحار، وراني مخره في كسرونه صغيره شويه تاع المرقه على خاطرش غادي ندير هذوك الكريات تاع الشوفلا، غنديرهم يعاودوا يطبخوا شويه هنايا قد ما تغلي لي هذا المرقه. حولت المرقه تاعي درتها في الطاجين لانه صاي اللحم طاب والحمص طاب، والمرق تاعنا يعني غير شويه درتها في طاجين. هنا بعد ما بدات تغلي المرقه تاعنا، نروح نحطوا هذوك الحبيبات تاع الشوفلا. بصح هنايا ملاحظه شيرات، يغلو غاليه برك، ما تخليهمش يغلو بزاف لخاطش ما فيهمش اللحم كما قلت لكم، وراهم فخاجيل. هذيك الوصفه تاع اللحم اللي تخليهم يغلو واحد 5 دقائق ولا. هنا غير كيما درت لهم كيما هكا غطيتهم بالبلاع دقيقه زوج، رجحت لهم طفيت عليهم. يا ربي واحد الدقيقه غلاوها ماشي بزاف، خاطر شكون تخلوهم يغلو بزاف رايحين يتحرحروا معاكم. كيما قلت لكم لي بول تاع الشوفلا تاعنا هادو ما فيهمش اللحم، هادوك اللي يكونوا دايرين فيهم الفيون داشي ولا بولي اشي تنجمي تخليهم يغلو واحد 5 دقائق ولا 10. هنا بعد ما درت البلاع كيما راكم تشوفوا تمتم عاودت رجعت لها، خلاص هنا نطفي عليها ونروح نقدمها لكم في صحن التقديم. دونك كانت هذا هو الطبق تاعنا تاع نهار اليوم، كريات الشوفلا مع البطاطا مقليه والحمص كما راكم تشوفوا، مع الخبز ثاني ما نحكي لكمش على الريحه تاع الحار ما شاء الله، وما شهيتكمش في الخبز، الخبز تاع الدار اللي قلت لكم خفيف ويوجد بالخف، ها ولا يجي اسفنجي. ان شاء الله برك تجربوا الوصفه تاع هاد كريات الشوفلا، راهي سهله وبنينه وبدلوا شويه. فوالا كان هذا هو الطبق تاعنا تاع نهار اليوم،
ما تنسوني شيرات بلي جيم بلي كوم لي كومونتير والبارطاج، ونقول لكم تبقاو على خير. تهلاو في روحكم، تلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامه. مع المرقه حمراء، الله الله، مع ديك الخبز حامي شهيتكم في الجنه. مع السلامه شيرات.